معنى أسماء الله تعالى. السلام. لا، ليس هذا الذي أبحث عنه. كيف حالك يا يوسف؟ بخير يا معلمي. أخبرني ما الذي تبحث عنه ليساعدك. شكرا لك، إني أقوم بإعداد بحث عن أسماء الله الحسنى ومعانيها. رائع، وهل أستطيع أن أساعدك؟ أجل، فأنا أحاول البحث عن معنى اسم السلام. حسنا، السلام هو اسم من أسماء الله الحسنى، ودليل ذلك قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هذا صحيح، كما أنه في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أحسنت يا يوسف، فاسم السلام يتضمن معنيين: الأول أن الله جل وعلا سالم في نفسه من كل عيب ونقص، وذلك لكماله وغناه. أما الثاني فلأنه المسلم لغيره من مخلوقاته، فهو يسلمهم من الآفات ويرزقهم الأمان. حسنا، فهمت يا معلمي، ولكني قرأت أنه لا يجوز قول السلام على الله، هذا صحيح؟ أجل يا يوسف، بل حكمه محرم، ودليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وما الحكمة من النهي عن ذلك؟ أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فالله تعالى هو السلام، ما فيه من إساءة الأدب مع الله تعالى، وذلك أن حقيقة السلام الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من النقص، والله تعالى منزه عن كل نقص، وهو الذي يؤمن غيره ويسلمه، أن الواجب على العبد تمجيد الله والسلام عليه ينافي ذلك، أن السلام طلب ودعاء، والله هو السلام يدعى ولا يدعى له. حسنا، ولهذا كان السلام تحية الإسلام كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فافشوا السلام بينكم. أحسنت يا يوسف، هذا صحيح، فالسلام هو تحية أهل الإسلام في الدنيا والآخرة. ولكن كيف تكون في الآخرة؟ السلام هو تحية أهل الجنة، وبالسلام يتلقاهم ربهم وتتلقاهم الملائكة، فقد قال الله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. كما قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. لقد قرأت أيضا أن الجنة هي دار السلام. أجل، الجنة دار السلام، لأن فيها السلامة الدائمة الكاملة من جميع الآفات، وجاء ذلك في قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. جزاكم الله خيرا يا معلمي على ما أوضحت لي، سأقوم بإضافته إلى بحثي، وحين الانتهاء منه
سأطلعك عليه. معنى أسماء الله الحسنى: السلام. تعلمنا اليوم معنى اسم الله تعالى السلام، وهو يتضمن معنيين: الأول أنه جل وعلا سالم في نفسه من كل عيب ونقص، الثاني أنه المسلم لغيره من مخلوقاته. حكم قول السلام على الله محرم. الحكمة من ذلك أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، ما فيه من إساءة الأدب مع الله تعالى، فالله منزه عن كل نقص، وهو الذي يؤمن غيره ويسلمه. أن الواجب على العبد تمجيد الله، والسلام عليه ينافي ذلك. أن السلام طلب ودعاء، والله هو السلام، وهو يدعى ولا يدعى له. السلام تحية أهل الإسلام في الدنيا والآخرة، لأن حقيقة السلام الدعاء للمسلم عليه بالسلامة من النقص والآفات.